اعتباري على التصرف. شو من سوريا؟ هيدي اطفالنا، هيدي اطفال ما ذنبها الا انها تنتمي الى محمد صلى الله عليه وسلم. ولغير الله لا ما تركع وارفع صوتك اكثر اكثر. فزلزل عروشهم يا رب يا قهار. مع كلمة الشيخ سالم الرافعي. ان امريكا واوروبا وروسيا والعالم الغربي كله وقف ويقف حتى اليوم أو الغازات السامة أن نغير النظام. إنما أولوياتنا أن نحارب الإرهاب الدماوي. نقول بأن هؤلاء الغربيين ووقفوا خلف دكتاتور مجرم وهو من المسلمين. لم تتركوا مسجدا، فجرتمونا في مساجدنا، قتلتم أطفالنا. اللي يجري الآن في سوريا يهم كل الشعوب الإسلامية والعربية، لأننا نشعر أن المستهدف واحد وهم أهل السنة، وأن المعتدي واحد وهم إيران وحلفهم الصليبي. فكما كانوا في التاريخ أذنابا للصليبيين في حربهم على الإسلام وأهل الإسلام، كذلك اليوم يعيدون تاريخهم، تاريخهم الأسود. اليوم الذي قتل ويقتل كل يوم في سوريا هم أطفال. موقف اللبناني الرسمي لا يختلف عن موقف بشار الأسد أبدا، لا من القضاة ولا من السياسيين، إلا من رحم الله. لن نهنئكم بحكم هذه البلاد، ستبقى ثورتنا مشتعلة. من أجل الذي حصل من مجزرة كبيرة في إدلب من قتل الأطفال والنساء والشيوخ، فقد قتل أكثر من 100 وجرح أكثر من 500 شخص خلال الحملة الجوية التي قام بها النظام السوري على هذه المناطق. فمناصرة للشعب السوري ومناصرة للأبرياء ووقوفا بوجه هذا النظام الذي قتل من اللبنانيين والسوريين العشرات الآلاف أكثر مما قتل العدو الصهيوني للأسف. ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها اليوم المعتصمون؟ الرسالة التي نريد أن نوصلها عبر هذا الاعتصام أنه نحن لن نقبل بما يحصل بسوريا. نحن ما زلنا نقب بوجه هذا النظام القاتل المجرم الذي يستعمل الأسلحة المحرمة دوليا، وننادي الدول وعلى رأسهم الأمم المتحدة بأن تأخذ قرار مناسب تجاه النظام السوري بما يفعل من مجازر حرب وجرائم حرب يقتل فيها الأطفال والنساء والشيوخ. وأيضا نقول بيجب أن يطرد السفير السوري من لبنان بسبب هذا الإجرام وبسبب ما فعل النظام السوري أيضا من تفجير مساجد طرابلس، فقد فجر مسجدين. سألني البعض لماذا تعتصمون اليوم وماذا سيستفيد منه أهل خان شيخون، فأقول له صادقا من قلبي، نحن اليوم نقف هذا الموقف قد لا يؤثر كثيرا على مسار المعركة في سوريا عموما أو خصوصا في خان شيخون، لكن على الأقل يرسل رسالة واضحة أننا كنا وما زلنا وسنبقى مع هذا الشعب المظلوم، كنا وما زلنا وسنبقى ضد من يخون. وبالتالي لا يمكن أبدا بحجة تقادم الزمن أن نسكت عن جرائم هذا النظام. نقف اليوم لنقول مجددا إن طرابلس على عهدها قلعة المسلمين في هذا البلد المبارك من أول لحظة من الثورة، وهي تقف مع الشعب المظلوم. توالت علينا الأحداث وحاول البعض أن يروضنا، وفجرت مساجدنا، ونفذت علينا خطة أمنية جائرة لأنها قيل لنا أنها ستعم البلد لكنها لم تشمل إلا ساحتنا. ظنوا من بعدها أننا سنسكت أو نهون، نقول لهم نحن على الحق صامدون وباقون بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة الأحبة، نحن اليوم عندما نطالب دولتنا اللبنانية أن تأخذ موقفاً من هذا النظام المجرم الظالم ومن ممثليه، إنما نطالبها قبل ذلك أن تتقي الله بأبنائنا وشبابنا ممن نذروا أنفسهم نصرة لهذا الشعب المظلوم. اليوم مجزرة خان شيخون تؤكد للجميع ظلم النظام السوري، وبالتالي إجرامه وظلمه يشاركه فيه من لا نجد عليه ينطبق القانون من حزب إيران في هذا البلد التي تسير جيوشها
نصرة للظالم لا أحد يتكلم معهم. أما شبابنا فمجرد التواصل مع الداخل السوري أو الإعانة المادية أو المعنوية أو تغريدة على تواصل اجتماعي هي محل تهمة في قضائنا وأمننا وعند سياستنا.